حنا بخير وديرة العز في خير دولة قطر تصعب على من بغاها الله خلقنا عاد الطواري مع هذه اللحظات الأخيرة ثنائية الصدارة الله طواري مع الشوط الرئيسي طواري مع الانطلاق مع التحدي الأول علي بن راشد بن حمد المري هنا مع الصدارة يعلن أيضا حالة الطواري مع الشوط الرئيسي طواري تنطلق مشاهدين الكرام لتظفر بأول أشواطنا في هذا الصباح في أشواط الإنتاجي والمنتجين تهانينا والناموس لعلي بن راشد بن حمد المري على هذا الفوز والانتصار هنا مع لحظات الوصول بينما وصلت في ذان المراكز الدوحة نمر بن راشد بن زيد حواس والانطلاق الشوط الأول الرئيسي هنا مع حواس الله يا بن شعيل هنا مع الصدارة ولكن الخطورة قادمة في هذه اللحظات وصل شاهين محمد بن جار الله بن حمد بن ضرمان الله 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 منافسة قوية اللحظات الأخيرة الله حواس على الصدارة حواس على البداية وهناك شاهين قادم مع اللحظات الأخيرة اللحظات الخطيرة خط النهاية الله شاهين بن ضرمان هنا مع اللحظات الأخيرة مع شاهين تهانينا والناموس محمد بن جار الله بن حمد بن ضرمان على انتزاع شاهين لهذا الناموس ويا قطار عشي بعز وحنا حران الفيدي وهمالي لسعيد بن راشد الزعبي على المركز الثالث ولكن الظبي تغترف من الناموس ومن الانجاز الظبي والشاهينية بن حران وبن اختين في منافسة من اجل الناموس ومن اجل الانتصار نتابع المنافسة مع اللحظات الاخيرة بن اختين هنا مع البداية يقدم لنا الظبي جابر بن اختين بن عاد بن فرج العذبي بن حران على المركز الثاني الشاهينية سارة بن محمد بن حران الفيدي ولكن اللحظات الاخيرة اللحظات الخطيرة الشاهينية الظبي والشاهينية ولكن الظبي تحقق هذا الإنجاز تهانينا والناموس لجابر بن خجيم بن عايد بن فرج العذبي على فوز الظبي وتحقيقه للإنجاز تهانينا والناموس للمركز الثاني وصلت ناموس هذا الشوط عبد الله بن صالح بن راشد بن بعهان النابت ينطلق في هذا التحدي القادم هنا النحاوي قادم محمد بن سعيد بن علي الجربوع المري يتقدم بهذه المشاركة مع النحاوي الذي بدأ ينطلق في هذا المسار المتميز كرار إلى البداية تسلل كرار ولكن النحاوي يعبر المركز الأول يعبر نحو الناموس ونحو الانتصار النحاوي بقيادة وبتحديات محمد بن سعيد بن علي الجربوع المري ينطلق في هذا التحدي والسلامات إلى المملكة العربية السعودية مع هذا الشعار تهانينا والناموس لمحمد بن سعيد بن علي الجربوع المري على فوز النحاوي بناموس هذا الشوط المركز بن جهويل على المركز الأول لكن رعود تعلن الوجود حتى هذه اللحظات بانطلاقتها باندفاعتها خاطفا هذا الشعار النقطة الثانية في هذه الفترة الصباحية وفي الشوط أيضا ما قبل الماضي أو شوطنا الماضي حضر النحاوي ليحضر أيضا هذا الشعار على ظهر رعود ليتواجد مع رعود وانطلاقة رعود على المركز الأول مع رعود على المركز الأول الثاني والتبريكات لأبناء المملكة العربية السعودية على فوز رعود وتحقيق على المركز الأول وتحقيق شعار بن الدهل للنقطة الثانية في هذه الفترة المركز الأول مجازف بدون أي تعليمات حتى تراك دوابنا شوفوا هذا المرور شوفوا هذا العبور شوفوا هذا الانطلاق الجميل من قبل مجازف وتحديات مجازف شعار الفاتوح يحضر بانطلاقته على البداية على المركز الأول ومع التواجد أول المراكز أعقاب بن سالم بن محمد بن بقيت المري مقدم لنا مجازف النقطة الرابعة في رصيده في هذا المرور
موسم يحضر مجازف ليقابر بتحدياته ليكون هو البطل المتوج بهذه الانطلاقة الثانية. والتبريكات نزفها لمالك مجازف اعقاب بن سالم بن محمد بن فاتوح من فاجانا في سلام. يا سلام يا سلام، والسلامات الصباحية تتجه عبر جبارة وعبر الدهن بهذا الأداء المتميز المتميز. سلام بوسعيد، سلام سلام الدهن على هذا الأداء المتميز في المقدمة في الصدارة. أحد عمالقة التضمير يقود جبارة، منطلق برفقة جبارة في المقدمة تنفرد بدون أي تعليمات، بدون أي تعليمات تذكر عليها. هنا نتابعها، ترسل وتبعث السلامات الصباحية. شكرا 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 يا محمد بن سعيد الدهن على هذا الفوز، تهانينا والناموس على هذا التحدي والناموس بدون اي تعليمات تذكر على جباره. هنا لحمد بن سعيد بن علي الجربوعي، هنا الدهن بينما المركز الثاني ولكن مزعل، شوفوا مزعل على المركز الثالث، شوفوا هناك الشارد من الجانب الايمن، والسلام يا سلام بن قمره على المركز الخامس. ولكن بنعود الى المقدمه، ميدان عبير، ميدان عبير ولفان، لفان وميدان عبير، يا سلام يا سلام. الله يا الامتار الاخيره، الامتار المجنونه، الامتار الحساسه، سلام يا ميدان عبير. ولكن لفان 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 قادم، ميدان عبير لفان لفان ميدان عبير، الامتار الاخيره بالويهي بالويهي، هنا بن ضرمان بن ضرمان، يا سلام يا سلام، لمتار لمتار، يا سلام يا سلام، الله على هذا الأداء التميز. ولكن ولكن هناك ميدان عبير، ميدان عبير، سلام للسلطنة، سلام. رمز العطاء، معنى الوفاء، هذه مشاهدينا الاعزاء الظبي على الصداره، الظبي الظبي الظبي، بطشان بن صالح اليامي، بطشان بن صالح اليامي مع الظبي على الصداره، يقدم الظبي طارت كالظبا الى ناموس هذا الشوط. ولكن الظبيه الظبيه في ثاني المراكز، حمد بن سعيد بن علي الجربوع المري شعار الدهن، يقدم الظبيه ولكن الظبي الظبي مع المركز الأول، بطشان بن صالح بن هادي اليامي على الصدارة. هنا مشاهدي الأعزاء تختطف هذا الناموس المميز، تهانينا لأبناء نجران على هذا الفوز المميز مع الظبي، تهانينا. بالخاتمة آل عنزان النعيمي مع ثاني الأسماء، ثالثا نرى الشعر المريخي، وثالثا وصلت الجزيرة، محمد بن ناصر بن حمد المري يقدم لنا الجزيرة على ثالث الأسماء. ولكن أعود مع البداية غازية والكايدة، الله الله الله، ووصلت أيضا الجزيرة، الجزيرة وغازية والكايدة، اللحظات الأخيرة غازية على البداية، غازية هنا على البداية، وهنا ينطلق سالم بن عنزان بن خاتم آل عنزان النعيمي، تهانينا والناموس، وسعد الله صباحك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، تهانينا والناموس سالم بن عنزان بن خاتم آل عنزان النعيمي وثاني الأسماء. مع المركز الثالث والأسماء القادمة نتابع الجزيرة، ناصر محمد بن راشد الدوسري وكذلك القدوم، وصل شعار الدهن مع مطر سعيد بن تخيل بن سعيد بوصل على المري. ولكن نعود إلى البداية، نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، إلى فيافي على الصدارة، فيافي مع المقدمة، السلامات مباشرة إلى أبناء السلطنة، إلى أبناء بدية، منجم السبق، هنا فيافي مع الصدارة، فيافي مع المقدمة، مع الناموس، تهانينا، تهانينا والناموس لأبناء السلطنة على هذا الفوز المميز، تهانينا للسيد محمد بن وهيب الهي الجحافي، والتهنية إلى المضمر أحمد. مع البداية
البداية بن حفيظ بهذا الأداء المميز وبهذا الشعار. الجميل هنا يقدم لنا هنا لهوب، بدأ لهوب، ينطلق لهوب ناصر بن سالم بن ناصر آل حفيظ المري ينطلق، ما شاء الله، ها هو لهوب ينطلق بشعار بن حفيظ ناصر بن سالم بن ناصر آل حفيظ المري. تهانينا والناموس لمالك لهوب على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. والشوط الشوط الأول هنا مع لهوب، وتهنئة أيضا من مخرجنا، تهانينا والناموس لمالك لهوب ناصر بن سالم بن ناصر آل حفيظ المري على هذا الفوز. شعار قطير مع المركز الثالث، ولكن الجحافي مع المركز الاول، مجاديف مع المركز الاول، دوشة مع المركز الثاني، دوشة الهاجري من يتقدم مع المركز الثاني، ولكن الجحافي فعلها الجحافي في هذا الشوط بهذا التميز بهذا الابداع. مجاديف بهذا الشوط بهذا الاداء المميز. سلام يا الجحافي، سلام تحية واحترام الى ابناء عمان، الى ابناء عمان على هذا الفوز على هذا الانتصار. الله يا مجاديف. والنقطة الثالثة لهذا الشعار والجحافي نجم في هذا الصباح. منهل خنجر، ولكن منهل مع المركز الاول، منهل مع اللحظات الاخيره. خنجر بن شافي مع المركز الثاني، ولكن منهل بن بريك منهل الانجازات، منهل البطولات، كرر الانجاز تلو الانجاز. سلام تحية واحترام لمالك منهل محمد بن بريك، وتهانينا للزميل على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. شوط ابناء ميدان الشهيد من دولة الكويت، هذه بلشة اللي ابلشت الجميع، بلشة في المقدمة والصدارة، بلشة تبغى سلامات الى ميدان الشهيد. ابناء الكويت، ابناء ميدان الشهيد، سلام عليكم. هذه بلشة على المقدمة وابناء السلطنة في المحاولات الاخيرة مع اوربك بشعار الجحافي، ولكن بلشة أوربك بلشة وأوربك. الله يا بلشة، سلام أبناء ميدان الشهيد بدولة الكويت على هذه المشاركة المميزة. زيان على المركز الأول على المقدمة، يا جوزيان مع المقدمة مع المركز الأول. الله عليك يا أبو سعيد، الله عليك على هذا الأداء المتميز. وبنرسل السلامات إلى أهل المملكة العربية السعودية، وبنقول سلام يا الغويبة، سلام لأهل الغويبة مع خالد بن سعيد اليحيى، يستاهل الفوز، يستاهل. مع جوزيان ذيب على المركز الثاني، الذيب مع المركز الثاني، ولكن بنسلم لمالك جوزيان خالد بن سعيد اليحيى، وايضا محمد بن خالد ايضا يستاهل الفوز والناموس مع جوزيان اللي فاز في هذا الشوط. المركز الثاني الذيب لناصر. وراعية نقطة في مهرجان المؤسس، يا سلام، أشكرك يا الكريبي على هذه المعلومات، يا سلام على هذا الأداء المتميز مع حفلة. المركز الثاني هناك الشاهينية جابر محمد البخيتة، ولكن خلاص بنسلم الراعي. حفلة. الله على هذا الاسم، اسم لائق على حفلة اللي على المركز الأول. وسلام وتحية واحترام، مرحبا بحفلة وصولها إلى خط النهاية، مرحبا بأدائها المتميز، بفوزها
سلام يا بن هدوان، سلام سلام يا بن هدوان على هذا الفوز وحفل اللي ارسلت السلام لحمد بن ناصر بن هدوان المري المركز الثاني. صدارة عينة إلى الناموس والانتصار إلى الفوز هنا في هذا التحدي الصباحي الجميل. المركز الثالث تحرك في هذه اللحظات، انطلق بدران عبد الله بن علي بن حمد العذبة قادم مع بدران، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط أبناء المملكة العربية السعودية بتحدياتهم مع مهيض 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 مهيض. يا هل القعدان خلاكم مهيض في مكان كلكم ما ترغبون، مركم في سرعته ما هو بريض، لو تسوقون النظر ما تلحقونه. سلام 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 مهيض، سلام سلام المملكة، سلام لحظة وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز والانتصار. أشعل نار المنافسة، التهب الشوط مع تحديات هذا المسار والحذرة الحذرة 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 الكواري بتحديات هذا الشعار. جبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري بتحدياته مع الحذرة، ولكن الله ياهو شوط وصلت هيد راشد بن مبارك بن راشد الجربوع المري، وهذه صاحبة نقطة أيضا في مهرجان المؤسس، قادمة مؤكد الحضور لأبناء المملكة العربية السعودية في هذا التحدي الصباحي الجميل. هذه هيد مع الأمتار النهائية. سلام وسلام وسلام عليكم يا أبناء المملكة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. إلى مبلش ماركتي مبلش على الصدارة على المقدمة، مبلش على البداية، مبلش على السيطرة، يسيطر على مجريات الشوط. لو كان اللي على المركز الثاني غاتم بالمنافس الوسمي، الوسمي بشعر محمد بن ناصر بن حميد بن علي الهاشمي واصل بالمنافسة، ولكن مبلش مبلش مسيطر مسيطر حتى هذه اللحظات. أبناء المملكة أبناء السلطنة في منافسة خوية ثنائية في لحظات اختطاف نقطة في هذا الشوط، ولكن بن قطامي يظهر في هذا الشوط على ظهر مبلش خاطف الناموس في هذا الشوط الثاني، والتبريكات نزف ولادي محمد بن سعود آل فهد المر المركز الثاني. راح راح بالناموس راح خاطفا النقطة الثانية، قلت لكم بالعرج غادم بأقوى ما عنده مقدما لعشاق هذا الشعار، هذه النواميس الصباحية الجميلة مهديا السلام لأبناء المملكة العربية السعودية في اختطاف الشانية للنقطة الثانية. حتى هذه اللحظات مواصل الانطلاق بدون أي تعليمات بدون أي أوامر، راشد بن سعيد بن راشد الجربوع المري محققا هذه النقطة المميزة خاطف الناموس هذا الشوط بدون أي أوامر وبدون أي تعليمات. عصاتها راكدة بفطانها عصاتها قوس من ما يقولون الثاني، والتبريكات المركز الثاني كان منصور الشهواني، ولكن القادم وسام، وهنا أيضا مشاهدي الأعزاء نتابع الحاصل محمد بن سعيد بن صالح الجربوع المري وشعار بن قطامي مع طريف مشاهدي الأعزاء بخيت من بن حمد بن هادي الفيدة المري بن قطامي يقدم طريف مع المركز الثالث، ولكن نعود إلى البداية. الله يا الهلالي لا زال صامدا بناموس هذا الشوط، لا زال محافظا على هذا المركز المتقدم. سلام الشهواني، سلام سلام الهلالي، سلام سلام الهلالي على هذا الأداء المميز. تهانينا والناموس لمنصور بن خليفة منصور الشهواني على هذا الفوز والنصر مع الهلالي. تهانينا وقطار عيش يبعز وحنا
أركان مع المركز الثالث. أركان 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 مع المركز الثالث. العبارة 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 مع المركز الأول. أركان مع المركز الثاني. الضبي مع المركز الثالث. وجلمودة مع المركز الرابع. اللحظات الأخيرة. أركان ولا العبارة؟ أركان ولا العبارة؟ ولكن العبارة العبارة مع المركز الأول. أركان مع المركز الثاني. اللحظات الأخيرة. ولكن العبارة 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 العبارة. الله يا العبارة. بخيت بن سالم بن محمد آل بحيح المري. تهانينا والناموس لمالك العبارة على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس المركز الثاني. وصلت أركان راك. حمد بن مسفر الشهواني مع المركز الثاني. ولكن نعود إلى البداية إلى مياس. المعركة ما بين مياس ورداد. ولكن مياس على الصدارة. مياس 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 ينطلق بالمقدمة. مياس لمحمد بن ناصر بن سلطان الحوسني على الصدارة والمقدمة. يتواجد شعار الحوسني مع البداية مع مياس. ولكن رداد مشاهدين الأعزاء لمحمد بن حمد بن مسفر الشهواني مع ثاني المراكز. ولكن مياس مع الناموس. مياس مع الفوز. سلام يا ابن السلطنة. سلام سلام على هذا الأداء المميز مع مياس. تهانينا لمحمد بن ناصر بن سلطان الحوسني على فوز مياس بالمركز الأول. المركز شعار الكواري. جبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري مع ثالث. إلى أسماء رابعا وصلت. هنا أسباب محمد بن مبارك بن قطامي آل فهيدة. هنا قادم مع أسباب. تسللت إلى ثالث. إلى أسماء. ولكن نعود مع البداية. العنود العنود. حمد بن سعيد بن علي الجربوعي المري يقدم لنا العنود. العنود مع الانتصار مع الفوز. العنود العنود العنود. تهانينا والناموس لحمد بن سعيد بن علي الجربوع المري. وسلام المملكة العربية السعودية. سلام. تهانينا والناموس لحمد بن سعيد بن علي الجربوع المري على فوز العنود الثاني. الأسماء وصلت. الأسماء. شف معدان الشعارات. شف ولا روعة. شف ولا روعة. ولكن شف غيرت مع المركز الأول بشعار محمد بن ناصر بن عبيد آل مريزيق المري. من يقدم لنا شف؟ روعة مع المركز الثاني. روعة مع المركز الثاني. اللحظات الأخيرة. الأمتار الأخيرة. شف. روعة روعة روعة. التماس 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 التماس. روعة 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 روعة. التماس مع المركز الثاني. التماس مع المركز الثاني. انتداب انتداب. ولكن روعة 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 روعة. تهانينا والناموس لمالك روعة محمد بن حمد بن محمد آل غفران المري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تهانينا. حسن عسيلة. ولكن البداية. الله الله. القنادة وعهد وأيضا تنظيم وردم. ولكن عهد والقنادة. القنادة وعهد الجربوعي. وأيضا هنا راكان بن حزام بن محمد بن راشد المري غير وانطلق مع القنادة. القنادة مع البداية مع الفوز مع الانتصار. القنادة راكان بن حزام بن محمد بن راشد المري. تهانينا والناموس لمالك القنادة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تهانينا والناموس لمالك القنادة راكان بن حزام بن محمد بن راشد المري على هذا الفوز. داني الأسماء وصلت. هنا ما بها حيلة دارنا اللي معاه.